السلام عليكم يا أحلى متابعين. أول حاجة نبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل النهاردة فطيرة الفراخ بالبشاميل. أول حاجة هجيب كوباية وأحط فيها معلقة خميرة ومعلقتين سكر عليها ومية دافية، تمام، وأقلب كويس لحد ما الخميرة تتفاعل وتشتغل معايا، تمام كده. وبعد كده هجيب كوبايتين دقيق وعليهم ربع كوباية زيت، وهنحط مية على حسب محتاج العجينة لغاية ما تتعجن كويس. أنا ضربتها في العجينة. بعد كده هعمل البشاميل بتاعتي. هنجيب كوباية لبن وثلاث معالق دقيق وممكن نص كوباية شوربة حسب ما انتوا عايزين، أو نحط مكعب مرقة على حسب ما انتوا تحبوا. وبعد كده نبدأ نفتح النار ونقلب الكلام كله على نار هادية خالص لغاية ما تبدأ قوامها يتقل معانا. وبعد كده نحط عليها فلفل اسود وملح طبعا، ونقلب الحاجة كلها مع بعض زي ما قلنا علشان القوام بتاعها هيبدأ يتقل، علشان دي البشاميل اللي انا هشتغل بيها. كان عندي صدور فراخ وقطعتها عبارة عن مكعبات، وجبت بصل الاول شوحتها على النار، حطيت عليها فلفل الوان احمر واصفر واخضر كمان، وبعد كده نزلت عليها الفراخ وقلبتهم كويس لغاية ما استوت بالمنظر ده وبقت طرية ومستوية كويس جدا. بعد كده هبدأ افرد العجينة بتاعتي في صينية، وهبدأ احط عليها الفراخ اللي استوت زي ما اللي احنا شفناها، تمام، وهفردها كويس برضو، هفردها بالشكل ده في الصينية بتاعتي، واحاول انزل اي حاجة تكون طالعة بحيث ان كل حاجة تبقى مستوية في الصينية. وبعد كده هبدأ احط البشاميل اللي انا عملتها، هحطها والعجينة طبعا عجينة زي ما هي ما استوتش ولا اي حاجة، لكن الفراخ مستوية لكن العجينة نية زي ما هي، هحط عليها البشاميل اللي انا كنت، واحاول اغلف او اغطي كل الحاجات اللي ظهر عندي بالبشاميل ولغاية ما يبقى شكلها بالمنظر ده. بس هحطها في الفرن وده المنظر بتاعها النهائي، وبالهنا والشفا.